اليوم أنا جاي أخبركم أسرة حلوة بسعة فيها كتير سسبنس، فالإنسان هو بينتصر بالأخير إذا هو بده، وإذا ما بده بيدعوا تحت الإجراء. رح أخبركم عن صبي اسمه توني. توني هو بطن أمه، كان أمه بده إياه يكون بنت مش صبي، عنده أمل إنه يكون ببطنه بنت مش صبي. خلق الولد طلع صبي، بس الأم عملته على إنه بنت مش صبي. كبر هالصبي على أساس إنه هو بنت، he's not a guy. كان يلبس نمير، يلبس كعوبة، يحط ميك اب، whatever، يلعب باربي، الأشياء الصبيانية ما خصوا فيها، ما كان تعليله. وقت صار بعمر 8 سنين، حدا من العائلة تحشر فيه، ما كان يعرف شو يعني اغتصاب، ما كان يعرف شو يعني حدا بيتحكش فيه، ما كان في توعية، خاف يقول لحدا صار اغتصاب. بس هو حب وكفى مع نفس الشخص مرة ما وقف وقال لا أنا لازم أوقف هون أو أحكي حدا، كان يخاف. توني هو إنسان يعني كتير لدرجة عن جد إنه بنت ما حدا بيعرف إنه صبي. بالمدرسة تعرض لكتير إهانات، بالجامعة وقبل الجامعة بالثانوية، وترك ثانوية لحتى يفوت معهد، بالمعهد كمان وبالجامعة، وين ما يروح يسمع طلطشات، يسمع انه وما بعرف شو لك هيدا وانت ولا انت كله بيأثر. وقت صار عمره 18 فات على الجامعة، تعرف على شاب، هيدا الشاب حبه كتير، صاحبه فترة وبعد سنة وشوي تركه. من بعد ما تركه فات ديبريشن توني، شهرين ما طلع من البيت، شهرين وقفت حياته عند هيدا الإنسان. قرر توني يوقف عشرين وينزل على بيروت، هو كان ابن جبل. نزل على بيروت لقى شغل وعاش لحاله. صار كل ما يكون عنده وقت توني يلبس فساتين، يعمل مرة كمان اللي هو بس اللي مش اللي العالم بدها اياه.
سوى عالم من السوسايتي من الكوميونيتي سيرفيس حتى من الجاي كوميونيتي بيقولوا لها ليه انت هيك مره هي بدي نام معك مره بيكون مره مره بيكون مره بدي تكوني تبعتي شاب طبيعي حلو عشان تتعوض بس هي ما كانت اقوى منه لكلهم لانه هي عندها ثقه بحالها كثير قويه صارت عندها هي الثقه وراء اصحابها اللي كلهم دعموها كلهم كانوا معها وخاصة الست اللي عندها كان عندها كثير دعم لإلها ويقولوا لها برافو انت هيك اصلا بتكون من اول يوم بتلاقيها برافو عليك وكراس ولادها حلمة أنا تتزوج وتجيب بنات وبعدين ببقى بخبركم سكر ما عاد